بعد قرار الاعتماد على البطلاء والناشئين زي ما حضراتكم عارفين، والنهارده كان معانا خبر في بدايه الحلقه واتكلمنا ان احنا في القايمه باذن الله هيبقى فيه لا يقل عن تقريبا 8 من ناشئين الاهلي اللي باذن الله يقدروا ينتهزوا هذه الفرصه ويثبتوا نفسهم، لان في اوقات كده الفرص لا تكرر مرتين. احنا على مر التاريخ بجد الناشئين بتوعنا رفعوا اسم الاهلي وكتير شاركوا في بطولات واصبحوا نجوم، وده بيكرر او التاريخ بيعيد نفسه مره ثانيه. خلينا نرحب ونتكلم في كل التفاصيل دي كمان بشكل يعني في استفاضه، ونرحب باستاذنا العزيز استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا بقى. صباح الخير. صباح الفل يا استاذ. الحمد لله السلامة استاذ. الله يسلم حضرتك. الله يخليك. سعيد بوجودي معاك، منورنا ومشرفنا كالعاده، وبنسعد بوجود حضرتك معانا. وبرده كالعاده عندنا مواضيع كتير وملفات كتير نتكلم مع حضرتك فيها، بس اعتقد يعني لو تسمح لنا خلينا نبتدي من اللي حصل مؤخرا، يعني فكره استقاله كابتن عصام عبد الفتاح من رئاسه لجنه التحكيم، ورد الاتحاد المصري لكره القدم على خطاب النادي الاهلي، وبالتالي قرار عوده النادي الاهلي للمشاركه في الكاس. يعني اللي حاصل ده حضرتك شايفه ازاي؟ بداية أنا عايز أحط 10 خطوط تحت رؤية إدارة النادي الأهلي للمواقف الصعبة اللي بيمر بيها، يعني موقف من لجنة التحكيم كان موقف يعني الناس شافته إن هو موقف عصبي شوية، لكن هو في الحقيقة نظرة عميقة جدا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي. يعني الاهلي ظلم كتير الموسم ده والموسم اللي فات بجانب الاجهاد العالي اللي عليه، لكن مطلوب ان يكون في عداله في الملعب. فار موجود، اداره النادي الاهلي شافت الموقف ساعه الموقف ده ووصلت واصابت فعلا بالفعل الهدف. ان ما يهمناش استقاله عصام عبد الفتاح او غيره، بقدر ما يكون في عداله موجوده، منظومه صح موجوده صح في اداره التحكيم للاهلي ولغيره. الاهلي طالب بحقه مره واثنين وثلاثه واربعه وما فيش استجابه. طبيعي انا لما ابقى عايز حقي ولسه ما فيش رد وفيش استجابه متكرر تاني في حقي الاخطاء، ان انا اخد اجراءات تحفظ لي بقى كرامتي وكياني وغيره وغيره وتبقى مفيده ليا. اعتقد ما فيش حد ممكن ان هو يعني يقول ان ده غلط او ان هو يتضايق من حاجه زي كده. لا طبعا في ناس تضايق كتير، هم حرين بقى يتضايقوا، احنا هنشغل بالنا بقى. لا بس يعني بس لا منطق في المضايقه. نظرة يعني. الاهلي ده اللي انا عايز اركز عليه، نظره عميقه جدا طبعا وعادله، ويعني تجاوب معها اتحاد الكوره لانه شايف ان في لخبطه موجوده. هو في راي حضرتك الاصل، تعال نرجع لاصل الحدوته، اتفضل. الاصل اللي حصل والظلم الشبه ممنهج اللي تعرض له النادي الاهلي، بالظبط هي دي النقطه. ليه في راي حضرتك ليه؟ ولصالح مين؟ لصالح مين ده الله اعلم. طيب لا لا بس هو ممنهج فعلا، ما ظبطتش معايا لصالح مين؟ هجرب حظي في ليه؟ ليه؟ يعني في نوايا غير عادله، يعني هذا فاركو ده مستغرب له جدا بالذات، يعني من تواجدي في الملاعب سنوات طويله يعني بفترض اخطاء التحكيم مقبوله، لما اصرار على هذا فاركو ان هو تسلل لا يعني منافي للمنطق، خلينا نقولها كده يعني ده في تعمد. صحيح تعمد، وانا بقولها بشكل صريح ومنهجيه زي ما حضرتك قلت لتعطيل مسيره الاهلي. ليه بقى؟ ايوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ يعني الاهلي 42 بطوله كفايه قوي عليه. البعض شايف كده يعني بطوله الدوري 42 كفايه عليه، ده غلط كبير. ده منطق غريب قوي، يعني انا فعلا عايز اقول لحضرتك الكلمه دي احنا بنسمعها كاهلاويه اصلا من اشخاص، مش كفايه بقى كده بطولات، كفايه بقى كده عليكم الدوري، يعني ايه كفايه على طول ما انا قادر اكسب، يعني انت هتستكتر عليا وكاس العالم الانديه يعني اسمها كده ما تتشطر انت وتحاول توصل لي، ده موروث يعني بقى عندنا. بدل ما انا يبقى كفايه عليا حاول انت توصل لي. للاسف الشديد عشان كده الخطوه اللي عملها اتحاد الكوره بنقل مسؤولية إدارة التحكيم لحكم إنجليزي خطوة مهمة جدا جدا جدا، على أمل إن يعود العدالة في التحكيم
لجميع الفرق المشاركه في الدوري. بالظبط، على الكل طبعا، على الكل. احنا ما بنقولش على النادي الاهلي بس. انا بطل مستحق، انا وصيف مستحق. بالظبط، مفيش فرقه هبطت على انها مقصره لحد ما، وفرقه صعدت انها مستحقه. فبالتالي انا شايف ان نقل اداره التحكيم للخبير الانجليزي نقطه مهمه جدا. اامل انه يعني يكون يعني هو كمان عادل لحد كبير، وينقل عدالته لجميع اسره التحكيم. وده يعني انا برضه بكرر الشكر اداره النادي الاهلي ان هي حركت الميه الراكده واصابت الهدف. الدوري تقريبا بعيد، بس اصابت هدف تاني مهم جدا، وهو تحقيق العداله في المسابقات الكرويه المصريه. ودي نقطه مهمه جدا يا استاذ كريم، لان انت يعني الواحد بيتفرج دلوقتي بشكل مستفز. ايوه ايوه بالظبط، بشكل مستفز جدا. ايدي وايدي وايدي يعني ازاي يعني بصراحه يعني موسم، هو وضع موسم على بعضه الحقيقه، يعني موسم صعب، صعب جدا. واللي فات واللي جاي نتمنى انه ما يكررش. مش الدوري بالاهلي، لا المتعه مش موجوده، لا ما فيش، دي حقيقه متعة مش لان موجودة. العداله غايبه، ما هو ما بيبقاش فيه متعه لما العداله تبقى غايبه. بالظبط كده. طيب خليني اروح مع حضرتك، لان حضرتك صحفي كبير وياما كان ليك باع في مانشيتات قويه على مدار يعني تاريخ كبير جدا استاذ سامي. في حاجات زي كده مشابهه لاحداث يعني خاصه بالنادي الاهلي، لو هتكلم تحديدا عن المدير الفني سواريش، ناس كتير دلوقتي تبتدي ان هي تتكلم بلغه ان هو اصلا ينفع مع النادي الاهلي. طب هو السي في ماشي مع النادي الاهلي. انا عارفه ان ده حصل قبل كده مع مدربين كتير جدا، لو هنتكلم عن نفسنا، ومنهم مانويل خوسيه اللي هو كان واحد من افضل مدربي الاهلي على الاطلاق. كله بينتقد في الاول وفي ناس ما بتصبرش. على مر التاريخ كده ادينا فكره ازاي برضو كان رد فعل الجماهير مع مدربين فنيين جداد لبعض الانديه، خصوصا لو هنتكلم عن النادي الاهلي. اتكرر يعني المشهد ده قبل كده كذا مره. طبعا جماهير الاهلي لا حق ما تصبرش، يعني عايزه على طول بطولات موجوده وانتصارات. بس اللي انا شايفه مع سواريش في هذا الموسم مش ذنبه، يعني مش ذنبه خالص. هو جه ثلث موسم اخير والدنيا متازمه، ايوه، والعداله غائبه في الملاعب. فبالتالي انا بشوف ان سواريش ما خدش فرصه عشان اقيمه كناقد يعني، والحكم عليه هيبقى حكم يعني مش فارق، مش مظبوط قوي، لان هو ما خدش فرصته فعلا. انا عايز بس استاذن حضرتك، لان اكيد الكلام عن سواريش هيطول، فاحنا لازم نطلع فاصل. فبس استاذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلام. كلامنا لسه مع استاذ سامي، كنا بنناقش قضيه اعتقد قضيه مهمه جدا، لان ناس كتير قوي بتتكلم فيها. ليه بيتكلموا فيها؟ حتى الاهلاويه بيتكلموا فيها. هل انا اقدر دلوقتي اقول سواريش مناسب للاهلي ولا مش مناسب للاهلي؟ ولو بعدنا عن اسم سواريش اصلا، امتى اقدر انا كجماهير على مدار التاريخ ده كمان لو حصل اقول على المدرب ده كويس ولا لا؟ ابتدي ادي احكام، ابتدي اقول كلام سلبي، ابتدي اقول كلام ايجابي؟ يعني هل الصوره دلوقتي كافيه ان احنا نقول حاجه زي كده او نتكلم باللغه دي؟ نرجع تاني اللي قلناه قبل ما نستكمل كلامنا. بالظبط، سواريش جه في وقت متاخر جدا من الموسم، وكان ظروفه هو بيلم الموسم، ظروفه يعني الى حد كبير مرتبكه طبعا. فبس انا بقيمه مع بدايه من النهارده في كاس مصر، لازم يستهدف البطوله دي. اوكي، يعني هي يعني كاس مصر الاولى النسخه اللي فاتت ضاعت، الدوري تقريبا بعيد عنه. لكن مع قرار الاداره بالاستعانه بتصعيد الناشئين والوجوه الجديده، وفي قدر من الحماسه واضح جدا في العناصر الجديده الموجوده. فبالتالي يعني انا شايف انه لازم يستهدف كاس مصر. اوكي، النسخه الحاليه بدات من ماتش النهارده مع المقصه. فده التقييم بتاعه هو، يعني هو اللي بدأ هذه النسخه.
ولازم ينهي على خير. اذا هربت منه لا قدر الله، يعني رايي كناقد رياضي ان دي النهايه. هو على طول كده الحصول على البطولات هو المقياس الاول في تقييمنا لاي مدير فني، يعني زي ما حصل لو تفتكري اول ما جه بيتسو موسيماني وكان برده كان حظه حلو الحقيقه في الفتره اللي جه فيها، جه استكمل مشوار بطولات وزود عليها بالزبط. فكلنا كنا بنتعامل معاه من منطلق ان الراجل ده صانع للبطولات. لا لو ده ما اتكررش مع غيره معناه ان في عيب في غيره. سؤال ممكن اكمل سؤال كريم، لان سؤال كريم حلو جدا. هل انا بقيم بالحصول على البطولات ولا بقيم بالتطوير اللي حاصل للفرقه؟ لان خلي بال حضرتك موسيماني كسب ما كانش لسه عمل اي حاجه على الارض، بس كسب لان الظروف وقتها كانت كده. دلوقتي انا لما اجي اقيم وابقى فار بقى ببطولات، لان البطولات مش شرط تحسب بتطوير على الارض ولا بالتطوير او بالاثنين، يعني هو الامرين بس يعني ده بيجيب ده برضه. يعني التطوير مهم جدا والبطولات مهمه جدا بالنسبه للاهلي، معادله ثابته يعني. فموسيماني جه في وقت الفرقه فيه منتعشه وقويه ومتماسكه فكمل مسيره موجوده. طب اما يعني لما حس ان رايي برضه ايوه، لما حس ان المساله ابتدت تهرب من ايده ومش شايف ان رؤيه كويسه في البطولات اللي جايه، انا شايفه ان هو هرب. اوكي فيعني لا مش هنقول هرب بقى يعني، لا مش هنقول بقى. اي مدرب نهاوند اي مدرب هو ضيف على فرقته يعني ظروف اضطرته يعني ماشي، يعني حساباته. السلام عليكم. وعليكم السلام. فبالتالي انا شايف ان موسيماني كان ظروفه احسن كتير من سواريش. طبعا بس سواريش عنده فرصه مع الدعم الموجود من الاداره والعناصر الجديده اللي طالعه صحيح انه يحقق بطوله كاس مصر عشان نفسه وعشان أيوة. الجماهير برضه تقدر تقيمه وياخد فرصه ثانيه من بدايه الموسم الجاي. لا اتوقع انه هيكون موسم قصير شويه. هو مش المفروض ان في دراسه هتتعمل بان الموسم الجديد يبقى مكون من يعني دور واحد بس عشان يبقوا قادرين يتحكموا في بدايه الموسم ونهايته؟ بالظبط، يعني ده طلب فيتوريا المدير الفني اللي عنده ارتباطات كثيره جدا للمنتخب، ومش ممكن يعني نكرر نفس الماساه. بالظبط لعيبه الاهلي لعبوا 75 مباراه مقابل كل ثلاث ايام، يعني احنا مش بنلعب 75 مباراه في موسم، الترتيب اللي بعده نادي الزمالك 35 مباراه. شيء لا يصدقه عقل والله، يعني هد بدني للفرقه. وان شاء الله انا اتوقع الموسم الجاي واتوقع كاس مصر للاهلي أفضل. نتمنى ذلك. بس عامة الشغل اللي بيحصل على الأرض شغل محترم جدا، أنت بتتكلم في كل المستويات، فأنا شايفة إن شاء الله إن خير. كان قدوم اسمه إيه مارك إيه كلاتنبرغ برضو كويس جدا، والحاجات اللي طورها مع الدول المختلفة اللي تاني هرجع أقول تجربته تحديدا الأخيرة مع اليونان، لأن أنا قريت بقى عنها بالظبط إيه وبتاع. لا الراجل عمل شغل محترم جدا، نتمنى نقل هذه الخبرة عندنا في مصر، إحنا محتاجين ده جدا. فإن شاء الله خير. الوقت بيجري أستاذ سامي، إحنا آسفين جدا بس للأسف لازم نختم. ده بيتك بقى عامة، حضرتك مش ضيف يعني. مش ضيف تنورنا في كل مره يا فندم، وسعداء بوجودك معانا وبنشكرك جزيل الشكر. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات، والفقره الجايه ان شاء الله هتنورني الدكتوره دينا بالسعود، اللي كانت موضوع يهم كتير جدا منكم، خليكم معانا.